مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم في هذه التغطية الإعلامية لانتخابات 2022 ونحن نسير في خطة ثابتة بإذن الله ويعني سنستمر معاكم مشاهدينا الكرام إلى أن نعلن نتائج انتخابات 2020. دعوني باسمي وباسمكم مشاهدينا الكرام أني أرحب بضيفنا رئيس اللجنة الأصلية في الدائرة الخامسة في مدرسة ابن زهير الأندلسي المتوسطة بنين سعادة الأستاذ وكيل المحكمة الكلية الأستاذ محمد شاكر المشيلح حياك الله معنا وأهلا وسهلا فيك. الله يحييكم حياكم الله. حياك الله أستاذ. يعني في البداية يا ليت توصف لنا المشهد الانتخابي وعملية سير الانتخاب وأعداد المقترعين بشكل عام وصف عام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بدأنا تقريبا ساعة 8 ما شاء الله كان الحضور والإقبال كثير في البداية من أول ساعات تقريبا يعني تعدى الحضور فوق 150 في بداية أول ساعتين والحين ما شاء الله الحضور وصل 50% تقريبا في كل اللجان الفرعية في المدرسة الحالية. ممتاز. يعني الحضور واصل كنسبة يعني في الدائرة بشكل عام ولا في مدرسة ابن زهير الأندلسي في مدرسة ابن زهير فقط في مدرسة وصل 50% تقريبا وإن شاء الله خلال الساعات المقبلة أو يعني آخر الوقت إن شاء الله يعني نتأمل أن الحضور يزيد أكثر ويكون الحضور يعني يغطي أقل شيء 70% يعني بإذن الله. شو كان تعاملكم مع يعني قاعد نسمع من كبار السن منذ الصباح الباكر أن التعامل كان سهل وعملية الاقتراع فيها يسر من قبل يعني كثير من القضاة اللي قاعد يعني جزاهم الله خير قاعد يتعاملون مع الناس بطريقة سلسة وحلوة ومرتبة أيضا رجال الداخلية كان لهم دور صحيح. فشو كان دوركم هل واجهتكم صعوبات مع الناس ولا الأمور سهلة قاعد يصوتون بسهولة ويسر تنظيم الرجال الداخلية في المدرسة وترتيبهم للسير اتجاهات اللجان كان ما شاء الله مرتبين وحضورهم كان متميز في تنظيم الدور والإقبال على يعني الأولوية على حضور كبار السن واللي يعني ذوي الإعاقة والأمور مشت الحمد لله بسلاسة والحين الأمور صارت خفيفة يعني ما في الازدحام ولا تراكم الأدوار يعني. طيب أستاذنا وكيل المحكمة الكلية الأستاذ محمد يا ليت نعطي المشاهدين أو ننبه السادة المشاهدين يعني متى يتم إقفال أبواب المدارس ومن يستطيع التصويت بعد إقفال الأبواب؟ وعملية الانتخابات أو الاقتراع للحين سارية إلى الساعة 8 إن شاء الله الساعة 8 مساء يتم إقفال المدارس الأبواب ويتم اقتراع فقط الناخبين الموجودين في المدرسة عند نهاية آخر ناخب في المدرسة تنتهي عملية الانتخابات. يعني اللي داخل المدرسة لازم يصوت لازم يصوت اللي داخل المدرسة بعد إقلاق الأبواب حتى لو بعد الساعة 8. طيب يعني حتى لو كانت توصل معاكم للساعة 9 مثلا 9 ونص عادي ما في إلى آخر واحد يكون موجود مهما كان المدة يعني امتدت إلى أي يعني وقت عادي. ممتاز جدا. شو تتوقعون يعني الساعة الأخيرة راح تكون في إقبال كبير إن شاء الله؟ أنا أظن يعني بحسب التجارب يعني السابقة أن كان الحضور يبدأ يزيد من الساعة 7 وتمتد يعني ممكن للساعة 9 بإذن الله. الله يسهل علينا وعليكم إن شاء الله. وإحنا متواصلين وياكم أستاذنا أستاذ محمد شاكر المشيلح وكيل المحكمة الكلية كل الشكر لك. كذا في كلمة حاب توجهها أو كلمة حاب تقولها للسادة الناخبين اللي والله نتمنى أن إن شاء الله يكتب الخير للبلد والبلاد والعباد والمواطنين وأنهم يختارون الأنفع والأصلح لهم ولوطنهم يعني هذا أملنا إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ ويعني نحن في تواصل مستمر وإحنا شاكرين لك يعني على حسن التعاون ويعني تعاملكم جميل جدا ولطيف جدا مع الناس سواء مع الناخبين ولا معنا كفرق ميدانية قاعد تعمل على قدم وساق لإنجاح هذه العملية الانتخابية. يعني تعاونكم لكم كل الشكر عليه. العفو هذا الواجب علينا إن شاء الله. الله يجزاك خير. إذن مشاهدينا الكرام كل الشكر لوكيل المحكمة الكلية الأستاذ محمد شاكر المشيلح وسنتواصل معكم إن شاء الله في لقاءات مقبلة بإذن الله. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.